السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن واقع العملة الوطنية والجهود الحكومية لوقف تدهورها. قال تقرير اقتصادي إن العملة اليمنية فقدت 44% من قيمتها خلال شهر واحد فقط. وأضاف التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن ذلك التراجع تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بمتوسط بلغ 30%. وذكر التقرير بأن الموظف اليمني فقد ثلث القيمة الحقيقية لمرتبه الشهري خلال شهر واحد، وأكثر من ثلثي المرتب مقارنة ببداية اندلاع الحرب في اليمن مطلع 2015. نتوقف عند هذا الحديث عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: أثر استمرار انهيار العملة على أسعار السلع والمواد الأساسية، وأسباب فشل جهود الحكومة الشرعية في الحد من انهيار العملة. قبل النقاش نتابع التقرير. 5 مليار دولار أنفقت على عمليات الإغاثة، ويمنيون يضطرون لأكل أوراق الشجر. معادلة مفجعة في اليمن تطرح سؤالا عن مصير تلك المليارات وعن أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية. مقارنة بشهر يونيو الماضي، رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بيانات سبتمبر المنصرم معيدا أسباب ارتفاع السلع الأساسية إلى تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وأسعار النقل ورفع كلفة الإتاوات غير القانونية وزيادة أسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى فرض ميليشيا الحوثي ضرائب إضافية على المواد الغذائية فضلا عن غياب دور الأجهزة الأمنية. وفق مؤشرات مركز الإعلام الاقتصادي، فإن صنعاء كانت الأولى في مرتبة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، تلتها الحديدة ثم تعز، وكانت مأرب هي الأدنى. وسجل المركز نسب هبوط قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية، مؤكدا أن التراجع الكبير للعملة المحلية كان في شهر سبتمبر الماضي. الحرب المستمرة خلفت أزمة إنسانية جعلت أكثر من 22 مواطنا تحت تهديد الجوع. وفق الإعلام الاقتصادي، فإن الجوع أصبح واقعا في مديرية أسلم بحجة، حيث تم تسجيل 20 حالة وفاة في وقت يتخوف فيه ما يقارب 5 مليون طفل من شبح المجاعة. فيما يبدو، فإن التقارير الدولية والمحلية تستمر في رصد بيانات الأزمة الإنسانية وضحاياها، وتحذر من خطورة استمرار ثالوث الجوع والفقر والمرض. لكن المتأكد منه أن مراوحة اليمني بين الحرب والسلم ستنتج المزيد من قتل الحرب وضحايا المجاعة. حياكم الله مشاهدي الكرام، وابدا هذه الحلقه مع المحلل المالي والاقتصادي عبد الباسط الصبان من اسكتلندا. مساء الخير استاذ عبد الباسط. اهلين، مساء النور، اهلا بك. بدايه استاذ عبد الباسط، كيف يعني تتابع فشل الجهود الحكوميه للحد من انهيار العمله؟ حقيقه الجهود الحكوميه مؤخرا للحد من ارتفاع العمله كان بعضها قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، والبعض الآخر لا يؤدي إلى نتائج إيجابية على الإطلاق. على سبيل المثال، من ضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية زيادة الرواتب 30% للموظفين المدنيين والعسكريين. طبعا زيادة الرواتب معناه أنه ازدياد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنفاق الحكومي يعني أن الدولة ستتكبد أموالا إضافية للدفع كزيادة الرواتب. المشكلة الأساسية أنه لا توجد إيرادات للدولة، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، ولا يتم إيداعها للبنك المركزي، كون هذه الإيرادات كل منطقة تقوم بالتصرف بالإيرادات التي تحت سيطرتها بشكل مستقل، بمعنى أنه لا يتم توريد الإيرادات كاملة من كافة المناطق الشرعية للبنك المركزي. زيادة الرواتب فيما معناه أن الحكومة ستتجه لدفع هذه الرواتب من خلال أداة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وهي عملية طبعا العملة المحلية. عملية الطبع بدون غطاء أدت إلى ارتفاع سعر الصرف خلال الأشهر الماضية، وكلما قامت الحكومة بضخ عملة محلية مطبوعة جديدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. إضافة إلى ذلك، هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومية، على سبيل المثال أنه الحد من استيراد السلع الكنالية. هذه نقطة تعتبر كويسة جدا كونها تخفف الضغط على الدولار، إلا أن نسبة الاستيراد السلع الكمالية مقارنة باستيراد السلع الأساسية من الخارج نسبة ضئيلة جدا، وبالتالي هذا العامل قد لا يؤثر بشكل كبير
على الارتفاع المتسارع في سعر العملة. الإجراءات الأخرى التي تتمثل بدعم السلع الأساسية من الوديعة السعودية وبمبلغ 85 مليار إضافة إلى 20 مليار التي تم دفعها مسبقا خلال الأشهر الماضية. المشكلة هنا أنه تم تحديد سعر صرف عالي جدا وهو 585 ريال، وهذا بما معناه أن التاجر سيقوم بشراء الدولار بهذا السعر بدلا من 470 الذي تم تحديده في الدفعة الأولى التي قام البنك المركزي بدعم السلع الأساسية فيها تقريبا في شهر مايو أو أبريل. تحديد الدعم بهذا السعر يعتبر كارثي، لأن التاجر سيقوم ببيع المواد الأساسية أو ببيع النفط بسعر أعلى، وهذا يؤثر على الأنظمة الوطنية. طيب أستاذ عبد الباسط، نعم، الوديعة السعودية السابقة اللي قدرت ب 2 مليار دولار، وأيضا 200 مليون دولار التي تم رفضها للبنك المركزي مؤخرا، ألا تساهم بصورة مباشرة في إيقاف تدهور العملة وتعافيها؟ بكل تأكيد أن ال 200 مليار ال 2 مليار الأولى التي تم إيداعها في أبريل بحسب البنك المركزي أثرت بشكل مؤقت على المدى القصير وليس على المدى البعيد، والدليل على ذلك أنه كان هناك استقرار نسبي في سعر الصرف ما بين 480 إلى 500 تقريبا حتى شهر يوليو عندما بدأ الدولار بالارتفاع المتسارع. لكن يجب علينا هنا التفريق ما بين الوديعة الأولى بمبلغ 2 مليار دولار والمبلغ الذي تم إيداعه بحسب البنك المركزي الشهر الماضي عندما تدهورت العملة بشكل كبير جدا. نعم. المبلغ الأخير اللي هو 200 مليون دولار هو عبارة عن منحة، وهذا بمعنى أن البنك المركزي يحق له التصرف في هذه المنحة كما يشاء ويستخدمه كما يشاء بدون قيد أو شرط. إنما الوديعة الأولى لا ندري ما هي التفاصيل التي تم على أساسها إيداعها في البنك المركزي، وبالتالي قد لا يستطيع البنك المركزي التصرف بها بشكل مباشر، حيث أن مقدار ما تم انفاقه منها حتى اللحظة هو 20 مليار دولار إضافة إلى 85 مليون دولار التي وعد البنك المركزي بإنفاقها على دعم السلع والمواد الأساسية خلال شهر سبتمبر أكتوبر. طيب استاذ عبد الباسط، تبقى معي ونشرك معنا في الحديث الدكتور سعيد عبد المؤمن من صنعاء. مساء الخير دكتور سعيد. مساء النور، اهلا بك دكتور سعيد. انت ايضا يعني تقييمك لعدم قدرة الحكومة على ايقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، ما هي الاسباب الرئيسية التي اثرت سلبا على العملة الوطنية وعجزت الحكومة عن وجود اي حلول لانقاذها؟ طبعا اسباب انهيار العمله واضح جدا، اللي هي الحرب، والحروب دائما عمرها ما تؤدي الى احداث تنميه بل تؤدي الى تراجع حقيقي. الشيء الثاني ضعف الاستقرار السياسي حتى في المناطق اللي افترض ان الشرعيه سيطرت عليها. طبعا ضعف الاستقرار السياسي يؤدي الى ضعف الاستقرار الاقتصادي، هروب المستثمرين، عدم وجود استثمارات، ضعف قدره الدوله على التمكن من تحصيل مواردها. كذلك انه النشاط الخاص، القطاع الخاص لا يستطيع ان يمارس نشاطه بشكل حر، بالاضافه الى الاتاوات التي تفرض عليه، بالاضافه الى انه هذا القطاع الخاص وجد ملاذات امنه خارج اليمن، مما ترتب عليه انه تراجع الانتاج المحلي بشكل كبير جدا، وهذا طبعا يؤثر في مجمله على الاقتصاد، مع مراعاه انه اليمن تعاني من مشكله اقتصاديه مزمنه ليست وليده اليوم ولا وليده السنوات الماضيه، بل ربما لها عقود. نتيجه انه الاقتصاد اليمني كان اقتصاد هش، اقتصاد ريعي، يعتمد في فتره من الفترات على شو موارد زراعيه، على موارد النفط، وبالتالي هذه الموارد بمجرد ما انقطعت نتيجه الظروف الحاليه الاقتصاد تضرر كبير، بالاضافه الى انه لا توجد اي تنميه مستدامه للموارد اللي يفترض انه يكون فيها تنميه مستدامه، مثل الضرائب، مثل الانتاج الصناعي المحلي، مثل الانتاج الزراعي اللي يمكن تصديره، هذا طبعا توقف تماما، ما فيش اي تنميه حقيقيه. الامر الذي ترتب عليه انه هنا ظهر مشكله اقتصاديه خطيره، من ابرز مظاهرها هي العمله، باعتبار ان العمله وجه من اوجه الاقتصاد، كلما كان الاقتصاد قوي كلما كانت العمله قويه، وكلما كان الاقتصاد ضعيف كلما كانت العمله ضعيفه، وبالتالي الحكومه اذا افترضنا فعلا انه وجود حكومه، لانه مع انه الراي السائد الان في اليمن ان اليمن تعيش عاده للعصور البدائيه الاولى اللي هي انه لا حكومه في الاصل، يعني المواطن يدبر نفسه والمواطن يرتب نفسه، لا توجد اي حكومه فعليه، انما
يعني تستطيع نقول انه مجموعه متناثره تفرض الامن هنا وهناك، لا تستطيع ان توجه سياسات حكوميه ولا تستطيع ان تخطط للتنميه ولا تستطيع ان تخطط للاقتصاد، يعني فعليا لا يوجد عندنا حكومه، وبالتالي الحديث عن الحكومه هو حديث عن شيء غير موجود. نعم، الاثار المترتبه على استمرار هذا الانهيار دكتور سعيد من وجهه نظرك. هو طبعا الاثار في عده اتجاهات. الاتجاه الأول أنه مستوى معيشة المواطن اليمني قد تدنت إلى أدنى مرحلة يمكن الحديث عنها، يعني لأول مرة سنجد أن الناس يعني عايشين على الهامش، عايشين بطريقة تثبت أن نحن فعلا في مجتمع بدائي، يعني الناس عايشة سواء في الأرياف على قليل من المساعدات خاصة في ظل انخفاض مستوى الأمطار الآن ما ترتب على التأثير على الجانب الزراعي، أما في المدن نتيجة انخفاض الرواتب فالمعيشة انخفضت بشكل كبير. الشيء الثاني أنه الأسعار ستظل تستمر في الارتفاع، يعني حتى هناك حديث عن الدولار يعني أن هناك منحة سعودية وأن هناك دعم وأن هناك توقفت العملة لفترة استقرت، لكن إذا لاحظنا أنه إذا كان العملة قد استقرت إلى يقارب أسبوعين عندما يقارب 740 ريال، وطبعا سعر غير حقيقي لأنه حسب المعلومات أن التجار يعتمدوا الآن سعر الدولار بألف ريال، دليل على ذلك أن مثلا علبة الزبادي اللي كانت تباع ب200 ارتفعت إلى 330، الصغير اللي كانت تباع ب80 صارت تباع ب150، علبة الفول اللي كانت تباع ب150 صارت تباع ب270، الفاصوليا اللي كانت ب200 ب370، يعني ارتفاع مهول في الأسعار. الأمر الذي سيترتب عليه أن الأسعار ستظل تتصاعد بحيث انه ستؤثر فتصبح مشكله كبيره. بالمقابل العمله ستبدا بالانهيار التدريجي، يعني لانه كان في توقعات من احد مراكز الدراسات في بريطانيا ان العمله ستصعد الى 680 باعتبار انه ربما يكون هذا سعر معقول يعني، لكن للاسف الواضح انه العمله ستستمر في الانهيار وهذا سيترتب على انهيار اقتصادي كلي، لانه الان عندنا فعلا انهيار اقتصادي متسارع لكن سيكون عندنا انهيار اقتصادي كلي بحيث انه سيجد التاجر نفسه غير قادر على الاستيراد لانه فيش عمله صعبه تكفي لتغطيه الاستيراد، ولا المواطن قادر على الشراء لانه ما عاد عنده قوه شرائيه، ولا طبعا ما يسمى بالجهات القاهره على البلد ستكون قادره على اتخاذ اي اجراء. الامر الذي قد يمضي طبعا بتحول اليمن الى كانتونات متمزقه، يعني كل مجموعه تحاول ان يعني كل حتى على مستوى القبيله بعد الحنجر وعلى مستوى الميليشيات وعلى مستوى القريه ستتحول الى مجرد مناطق متناثره، كل واحد منهم يحاول تدبير مستوى معيشته، وهذا هو الاخطر لانه سيترتب على انهيار اقتصادي انهيار سياسي كامل، وبالتالي انا اعتقد انه اضراره لم تكن على اليمن فقط ولكن ربما ستمتد الى الدول المجاوره. نعم، ابقى معي دكتور سعيد، اعود الى اسكتلندا مع الاستاذ عبد الباسط الصبان. استاذ عبد الباسط، الان اذا كان هناك من حلول وتحركات يمكن للبنك المركزي وللحكومه الشرعيه اذا ما قامت بها ستتلافى كل هذا العجز وعلى الاقل توقف هذا التدهور، ما هي؟ طبعا هو قامت الحكومه مؤخرا ممثله باللجنه الاقتصاديه باتخاذ العديد من الاجراءات التي ذكرت انا بعضها في المشاركه الاولى، والتي هي من خلال رفع رواتب المواطنين 30 بالمئة اضافه الى اجراءات اخرى تتمثل بتنظيم اجراءات استيراد السلع والنفط من خلال فتح اعتمادات عن طريق البنوك التجاريه وبما يزيد عن مبلغ 200,000 دولار لكل اعتماد، اضافه الى تنظيم عمليه يعني ارتفاع سعر الفائده، رفع سعر الفائده من 15% الى 23%، اضافه الى ارتفاع سعر اصدار شهاده الايداع المتوقفه من قبل الحرب فائده 27%. هذه اجراءات قامت بها اللجنه الاقتصاديه مؤخرا، لكن لا اعتقد انه سيكون لديها اثر ايجابي على الارض، لا سيما ان لدينا بنكين مركزيين، احدهما في صنعاء تحت سيطره الميليشيات الحوثي والاخر في عدن تحت سيطره الشرعيه. الحوثيين طبعا يتصرفون كبنك مركزي مستقل، مراكز الصرافه ومراكز البنوك الحكوميه موجوده عندهم في صنعاء ويقومون باتخاذ اجراءات بعيده كليا عن الاجراءات التي تقوم بها الشرعيه في المناطق التي تحت سيطرتها. على سبيل المثال قبل يومين او تقريبا البارحه تم اصدار قرار بتعيين وكيل قطاع للرقابه على البنوك من قبل الحوثيين وهو محسوب عليهم بعد تغيير الاول الذي كان محسوب عليهم ايضا. هذه
الإجراءات والاختلافات في إدارة القطاع المصرفي في اليمن تؤثر على موضوع سعر العملة بشكل مباشر، وحتى لو كان هناك إجراءات معينة من قبل اللجنة الاقتصادية سوف تصطدم بعدم موافقة الحوثيين على هذه الإجراءات، لا سيما وهم يسيطرون على العاصمة ومراكز البنوك التجارية كلها هناك. طبعا لو نظرنا إلى الاقتصاد ككل أو إلى انهيار العملة، هو السبب الرئيسي في المقام الأول هو الحرب. يعني إذا توقفت الحرب سوف يعود الاقتصاد إلى دورته من جديد، وسوف يستقر سعر العملة عند مستوى معين نتيجة استئناف تصدير النفط والغاز للخارج، إضافة إلى استئناف الحصول على الإيرادات الحكومية من كافة المناطق، سواء كان ذلك من خلال اتفاق سياسي أو من خلال حصد عسكري. بمعنى أنه طالما الحرب ما زالت قائمة فإن العملة الوطنية والاقتصاد ككل مرشح للتدهور بشكل أكبر. هناك نقطة ذكرها التقرير فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، وحقيقة هذه نقطة مهمة، كون أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن تنفق مبالغ مهولة بالملايين الدولارات، ولكن على المستوى المباشر لا وجود لأي أثر لهذه المساعدات، كون أن نسبة ما يزيد عن 70% تذهب رواتب لموظفين الأمم المتحدة، إضافة إلى نفقات سفر، والمواطن الذي يستهدف لا تصله إلا نسبة ضئيلة جدا من هذه المبالغ. هناك إضافة إلى هذا العامل. نعم. تعتقد أستاذ عبد الباسط أن حتى مثلا هذه المبالغ المعونات الإغاثية التي خصصت لليمن لو أنفقت فعلا ووصلت إلى المواطن اليمني ربما لا تحسن الاقتصاد، هذا ما تريد القول؟ بكل تأكيد، لكن للأسف هي لا، يعني أثرها ضعيف جدا، يعني نسبة المبالغ مهولة ولكن الأثر الفعلي على المواطن البسيط أو على المستهدفين ضئيل جدا. كما ذكرت أن نسبة كبيرة من مبالغ هذه المساعدة تذهب كأوبريشن كوست، يعني مصاريف تشغيلية اللي هي إدارة الرواتب وتنقلات وسفر، يعني هي في الآخر تعتبر أزمة، وبعض المنظمات اتخذتها فرصة للمتاجرة بهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك هناك مصطلح يسمى اقتصاديات الحرب. اقتصاديات الحرب بمعنى أن هناك طبقة متوسطة سوف تزداد فقرا، وهناك طبقة لم يكن لها وجود في الاقتصاد إطلاقا سوف تصبح من الطبقات الثرية، سواء كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في المناطق التي تحت سيطرتها أو حتى في مناطق الشرعية. على سبيل المثال في المناطق الشرعية أو موظفين الشرعية يستلمون رواتبهم بالدولار، وهذا يؤدي إلى 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 انهيار العملة بشكل كامل. إذا كانت حكومة الشرعية جادة في عملية دعم استقرار العملة أو الحد من انهيار العملة، يفترض أنها تسلم رواتبها للعاملين معها بالريال اليمني. نعم. لأن استمرار تسليم الرواتب بالعملة الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع العملة، وبالتالي المسؤول أو الشخص الذي يشتغل مع الجهات الشرعية لا يهمه ارتفاع الدولار أو انخفض، بالعكس هو سيزداد ثراء عندما تنهار العملة الوطنية كون أن الرواتب التي يحصل عليها بالدولار. حقيقة كان هناك كلام عن اجتماع في نيروبي خلال الشهر القادم تقريبا، سيجمع ممثلين البنك المركزي الخاضع تحت سيطرة الحوثيين والبنك المركزي تحت سيطرة الشرعية، وسيعملون من خلال ذلك على العمل على تحييد البنك المركزي أو على الأقل تنظيم عملية الحصول على الإيرادات وتسليم الرواتب، ولكن على المستوى الفعلي أنا لا أعتقد أن هذا حتى لو تم الاجتماع وحتى لو كان هناك اتفاق، طالما الحرب موجودة وطالما ميليشيات الحوثي لا زالت تسيطر على العاصمة وعلى مناطقها وطالما لا زالت الحرب قائمة والحدود ما زالت المعركة مستمرة والموانئ موقفة والإيرادات متوقفة وتصدير النفط متوقف، أنا أعتقد أن هذا سيشكل عاملاً أساسياً ومهماً في استمرار انهيار العملة إن لم يكن خلال الأيام القادمة خلال الأشهر الماضية، على غرار ما حصل. يعني نحن نتذكر أن العملة بدأت بالانهيار إلى 250 ثم إلى 300 ثم إلى 400، وكل فترة يعني يتم اتخاذ إجراءات معينة سواء من قبل الحوثيين أو البنك المركزي في عدن، ولكن يكون أثرها بسيط ومحدود على المدى القريب، ثم يحصل انهيار متسارع جداً على غرار ما حصل في شهر سبتمبر، وحتى ممكن يوصل الدولار إلى مبالغ تفوق الألف وأكثر من الألف. المشكلة أيضا أنه إذا ارتفع سعر الدولار وحصل هناك تدخل أو إجراء وقائي من الدولة أو من السلطة الشرعية سينخفض يعني بشكل ضئيل جدا، ولكن هذا الانخفاض الذي يحصل أو الاستقرار النسبي المعين قد لا يصاحبه
انخفاض في اسعار المواد الغذائيه، بمعنى اذا ارتفعت اسعار المواد الغذائيه نتيجه ارتفاع سعر الدولار وانخفض الدولار مره اخرى او استقر السعر، لا تعود الاسعار في المواد الغذائيه للانخفاض من جديد، وهذا بدوره يؤثر حتى على القوة الشرائية لدى المواطن البسيط. أشكرك الأستاذ عبد الباسط الصبان محلل مالي واقتصادي، كنت معنا من اسكتلندا، وأعود إلى صنعاء مع مدير مركز الأمل للشفافية الدكتور سعيد عبد المؤمن. دكتور سعيد، الحكومة دائما ترجئ سبب الانهيار المتسارع هو أن هناك تلاعب من بعض التجار في الداخل، من يأخذون العملات الصعبة ويعني بمبالغ كبيرة ويقومون بإخراجها من البلد، وهذا ربما يعني ساهم بصورة مباشرة في تدهور العملة. هل هذا الطرح فعلا منطقي وحقيقي؟ لا، هذا طرح غير حقيقي بالخالص، لأنه حكومتنا أول حكومة بصفة عامة في اليمن لا تعتمد على اقتصاديين، وإذا اعتمدت على اقتصاديين تعتمد على اقتصاديين قد برز فشلهم كثيرا. يعني إلى حد ما في هذه الحالة نتذكر مقولة الشهيد الحمدي، التبريد بالمجرب خطأ والتصحيح بالملوات خطأ مرتين. عزيزي، إحنا في اليمن في حاجة إلى 7 إلى 8 مليار دولار سنويا لكي نستطيع أن نواجه احتياجاتنا، لأنه نحن بلد كبير 25 مليون نسمة، هذا في الأوضاع الطبيعية، فما بالك إذا كانت البلد تعاني من حرب. يعني أنت بحاجة إلى مبالغ كبيرة تعادل 10 مليار دولار سنويا لكي تستطيع المحافظة على الوضع الاقتصادي السليم، وليس تحقيق عملية النمو. ثانيا، معروف أنه التدفقات، والحكومة قد عدت تقرير قالت أنه وصلها ما يقارب 950 مليار دولار من إيرادة النفط، مليون دولار من إيرادة النفط، بالإضافة إلى أنه أدعت أنه إيرادة المواني في المناطق التي تحت سيطرتها تورد، ولو أن عندنا شك كبير في ذلك، لأنه معروف أن الحكومة اليمنية من زمان تجيد فن تزوير التقارير الاقتصادية باعتراف كثير من المسؤولين، يعني لأنه على أساس يظهر الأمر وكأنها موجودة على الواقع. نعم. في حقيقة الآن لا التجار ولا المواطن ذو علاقة بانهيار الدولار، انهيار الدولار ناتج أنه ما فيش عرض كمية كبيرة من العملة الصعبة اللي قادرة على التغطية، لأنك أنت في الأول الأخير إذا طبعت فلوس باليمني ليس لها قيمة، اليمني لا تباع خارج اليمن، ليس لها قيمة، مجرد قرطاس، يعني لا أكثر ولا أقل، بالتالي أنت بحاجة إلى عملة صعبة تستطيع أن تستورد فيها احتياجاتك. لذلك الحكومة يجب أن تعترف بالتالي، أولا الحكومة الشرعية طبعا يجب أن تعترف أنها غير موجودة على أرض الواقع، يعني لا يوجد مكان، يعني أنت لو تصف في اليمن لا يوجد مكان سيقول لك انه في حكومه اصلا، بالتالي يجب ان تعترف بهذا الامر، والاعتراف حقيقه ربما يخفف يخليها تفكر بتفكير سليم. ثانيا، انه يجب ان تبحث لها عن مكان تنزل فيه على ارض الواقع، النهره، سيئون، اي مكان، لكن ما تنزلش خارج اليمن، يعني بحيث انهم عايشين في فنادق الرياض وفنادق القاهره وفنادق اسطنبول وفنادق دبي وفي كل الفنادق، وفي الاخير يقول لنا حكومه. الامر الثاني انه لابد من التفكير جديا في كيفيه ايقاف الحرب، لانه يعني انت عندك مشكله كبيره يعني في ايقاف الحرب، وهنا انت تتطلب فريقين، يعني فريق اقتصادي يدير الاقتصاد اقتصاد الحرب، بحيث انك تستطيع من خلال هذا الفريق انك فعلا تدير اقتصاد الحرب بشكل حقيقي، بحيث توفر موارد للمحافظه على معيشه الناس ليس الا، وفريق سياسي قادر على التفاوض وتقديم التنازلات الحقيقيه، بحيث انه نرفع شعار البلد يتسع للجميع، لا داعي لاقصاء حد، بحيث نستطيع الخروج من هذه الازمه. اما اذا استمرت الحرب والفساد والفشل والتكتلات والعداوه الشخصيه، على فكره اسمها عداوه شخصيه الان بين جميع الاطراف، يعني من حراك جنوبي الى حوثيين الى شرعيه الى نخبه شقوانيه الى نخبه حضرميه الى كتائب المقاتلين اللي نسمع عنها هنا وهناك، حقيقة لن يكون هناك أي استقرار. فيجب أن نضع في اعتبارنا. نعم. وأنا أتوقع إذا استمر بهذا الوضع الدولار على فكرة قد يثبت عند 760-770، ولكن على الواقع العملي سيتم التعامل مع بين التجار وبين الذين يقوم بعملية الصرافة السرية في حدود الألف وربما أكثر من الألف. نعم. ستنهار الأسعار من جديد وسيتضرر المواطن اليمني. أما الذين يتسلمون رواتبهم ويفرضون أنفسهم على الناس هنا وهناك فلن يتأثروا، وبالتالي نحن نقول أن الطبقة المتوسطة اختفت تماما في اليمن. الآن لدينا 90% فقراء في حالة فقر مدقع،
ولدينا 10% مترفين. حتى موظفي الدولة البعض يتكلم أنه انخفضت رواتبهم بنسبة 30%، بالعكس انخفضت رواتبهم أكثر من 70%، وهذا إذا افترضنا أنه يتسلم رواتب. أما لدينا مجموعة كبيرة من الموظفين لم يتسلموا أي راتب منذ سنتين، سوى نص راتب بنص راتب بنص راتب، صحيح. يعني لم يتسلموا شيئا. المتقاعدين الآن انتهوا، بالتالي احنا كما نتكلم عن موظفي الدولة، يا أخي موظفي القطاع الخاص الكثير منهم فقد وظائفهم، الكثير منهم يعمل في ظروف استغلال شنيعة جدا، يعمل من الساعة 8 للساعة 10 مساء ب 30,000 ب 20,000 ب 15,000 إذا كثر ب 70,000، يعني عبودية جديدة. نحيدا أشكرك دكتور سعيد، يا أخي كارثي ولا يعرفها إلا من يعيش في اليمن. نعم، مدير مركز الأمل للشافية الدكتور سعيد عبد المؤمن كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحافي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.